لن أسمح بهذا يا عثمان. بوران! سلطوق! بوران! بوران! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلطوق! معلمي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أجل سيدي، صحيح. سيد الظلام لا يترك من يخدمه أبدا. سأنقذك يا كورنيليا. السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام إبراهيم الفقيه. ابن آدم مخلوق غريب حقا، أليس كذلك؟ المظلومة التي فتحت لها بابا، الصغيرة المسيحية خاطرت بروحها من أجل والدتها المسلمة. أجل، إنه القلب أيها الفقيه، سيجعل ربي الإسلام من نصيبها أيضا إن شاء الله. إن شاء الله، أحسنت القول. حسناً، وكيف حال تلك المسكينة؟
لا بد أن وضعها سيء لم تظهر منذ الليل. أنا لم أرى جرحى، هم لم يدخلوني إليها. إنها بخير، لو كان بها شيء لسمعنا. فلتسلم فلتسلم، ليمنحها ربي الشفاء باسمه الشافي إن شاء الله. إن شاء الله.